مارك وسايبلاي يتسوقان لرمضان. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك ومشاهدة ممتعة للجميع. رمضان أتى ولم نشتري أي شيء. يجب أن أشتري كثيرا. حسنا، سأتسوق مع مارك. مارك، هل تسوقت لرمضان؟ لا، لم أتسوق، سأذهب اليوم. حسناً إذن، هيا نتسوق الآن. من أين تتسوقين؟ سأذهب للسوبر ماركت القريب. لكنني أريد السوق الجديد. حسناً، هيا نبدل ملابسنا. حسناً، هيا. حسناً، اذهبي وأنا سأذهب للسوق الجديد. حسناً، إلى اللقاء. إلى اللقاء. يوجد عصير بنتو هنا، وهنا الكعك. نعم، هذا هو السوق الجديد، سأشتري كثيرا. كم السعر؟ 300. حسناً، خذي. رمضان كريم لك. رمضان كريم. لم أجد شيئاً جيداً، كل شيء غالي جداً. اشتروا مني بثمن أقل، اشتروا فلن تندموا أبداً. هل تبيع أرخص هنا؟ نعم، كل شيء هنا رخيص جداً وأرخص من الأسواق. هذا رائع، سأشتري منك. نعم، اشتر ما تريد، لدي الكثير في المخزن. حقاً أنا محظوظ جداً بأنني وجدتك، سأحضر العربة وآتي. حسناً. سأرى،
هل مارك أتى؟ لم يأتي مارك بعد. إنها فرصتي، سأشتريها كلها قبل أن يكتشفها أحد ويأخذها عني. مرحبا، لقد أتيت، سأشتري كل هذه الأشياء. حسنا، يوجد أيضا الكثير بالمخزن. انتظرني، سأوصله للمنزل وأعطي. يجب أن أسرع أكثر كي لا يراه أحد. لقد تأخر مارك كثيراً والشمس بدأت تغيب. سأذهب وأرى، ربما عاد للمنزل. ما هذه الأشياء؟ هل يحتفل؟ يا إلهي، ما هذا؟ هذا يا مارك؟ لقد اشتريته من رجل يبيع كل شيء رخيص. لكن ماذا تستفيد منه؟ إنه كثير جدا. هل جننت يا مارك؟ أريده أن يكفيني شهر كامل. بل سنين وليس شهر. سيخرب كل الأطعمة التي اشتريتها. يا إلهي، إنها تحترق. المكان أصبح مزدحم جدا. جميع الأطعمة على الأرض. يا إلهي، تاريخ الإنتاج قديم جدا. مارك لن ينظر إلى التاريخ. كيف أستطيع الدخول في هذه الفوضى؟ يا إلهي، المنزل مزدحم جدا. لقد جن مارك. يستطيع مارك أن يدخل الغرفة. سأخرج من هنا، لا يمكنني تحمل الازدحام. لماذا تشتري كل شيء مرة واحدة وأيضا الأطعمة جميعها منتهية الصلاحية؟ اشتريته لأنني لا أريد أن يسبقني أحد ويشتريه قبلي. لقد خدعك ذلك الرجل. جميع الأطعمة غير صالحة للأكل. لا، لم تنتهي. لقد قرأت تاريخ الإنتاج، إنه جديد. مكتوب عليه ينتهي غدا. هل رأيت؟ إنه جديد، بقي اليوم. وهل تأكل جميع الأطعمة اليوم؟ أوه،
صحيح، لم أنتبه على ذلك. ماذا أفعل؟ لقد نفذت جميع أموالي. لا بأس، يمكنك أن تأخذ من عندي. شكرا لك سايبلاي. شكرا للمشاهدة يا أصدقائي المبدعين، ورمضان كريم. رمضان كريم. وهذا هو كود السوق الجديد، وإلى اللقاء.